السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ميزة من مزايا برنامج تكلا بمسايت، وهي الكونفليكت شيكينج. بيبدأ يشوف المشاكل اللي موجودة ايه. باجي هنا، دي المشاكل اللي موجودة قبل كده، تعال نعمل مشكلة جديدة او نعمل فحص المشاكل الجديد. بقول له هنا ان المشاكل دي مثلا بين الارتكشر والاستراكشر، على سبيل المثال. وبعد كده تشوف العناصر بتاعت الارتكشر مع العناصر بتاعة الاستراكشر. ممكن تضيف حاجات تانية برضو لو انت حابب. الاوفرلاب توليرانس المسموح بيها قد ايه، المينيمم ديستانس قد ايه، تقول له سيف، فيبدأ يفحص المشكلة. تقدر تدوس هنا بحيث ان هو يعمل شيك جديد. زي ما انت شايف المشاكل الموجودة مثلا بين الاستراكشر والام اي بي 15 اهمت. طيب، ولو انا عايز اشوف المشاكل ديت، ممكن اجي هنا واقول له هات لي الكونفليكتس، فيبدا يجيب لي المشاكل كلها. تقدر تدوس هنا تشوف المشاكل او تخفيها، او تيجي هنا وتقول له انا عايز احدد نوع المشكله. المشكله جديده، المشكله اتحلت، يعني تبدأ تصنف المشاكل الموجودة، نيو بيندينج. ومن هنا تقدر تحدد ايه المشاكل اللي انت عايز تظهر معاك. يعني هل ده هو انا ظهر كل المشاكل؟ تقدر من العلامة دي تقول له انا عايز مثلا المشاكل الجديدة ما تظهرش، انا عايز المشاكل اللي اتحلت بس هي اللي تظهر، وهكذا.